السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنصيبوا هاد الشكل هذا، هاد الورقات الشجر هادي بهاد الطريقة هادي. أتمنى تلان الإعجاب ديالكم. وهادي غنخدمها بهاد الخيط هذا، وهادي خدمتها بهاد الخيط هذا رقيق، جات صغيرة. نفس الخطوات نفس الخدمة، غير هادا الخيط رقيق والكروشي رقيق كيفما كتشوفوا. كروشي 1.1 مليمتر، وهذه خدمتها بكروشي 3.0 مليمتر، 3 مليمتر. هذه حيت الخيط غليظ شويه خرجت كبيره، وهذه حيت الخيط رقيق والكروشي رقيق خرجت صغيره. وغنبداو بسم الله على بركه الله. غنبدا بهذه، وهاد الخيط هذا حيت كيتفسخ دابا عاد قطعته، ضروري ملي نقطعو خصني نحرقو. كنبدا بخمسة ديال السلاسل، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال السلاسل. وكنجي السلسلة اللولى تنقفل بيها، وكنرتفع سلسلة واحدة، وكنعمر هادي كندير فيها 8 ديال غرز حشو. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تنقفل في السطر الثاني بهذه منزلقة هكا، كنحصن على هذا الشكل هذا. وفي السطر الثاني كنديرو تزايد، كنرتفع سلسلة واحدة وتجي هنا كنخدم تزايد. في كل غرزة كندير فيها تزايد، كانوا عندي 8 في السطر الثاني غيكونوا عندي 16. كنمشي بهذه الطريقة هذه حتى كنسالي السطر. كل غرزة كندير فيها تزايد. وهاد الخدمه هادي اللي نسيت ما شرحت لكمش، من احسن تخدم بهذا حيت هي هادي الخدمه ديال التونسي. من احسن تخدم بالكروشي ديال التونسي. انا عندي كروشي ديال التونسي اللي عندي هذا رقم 3 غليظ 3.5، وهذا رقيق ماشي 3 غليظه. من احسن هنا عندكم هذا خدموا به، هنا عندكم الخيط غليظ خدموا بهذا، حيت ملي هذا انت كطلعي وهادو السطوره كيزيدوا والغرزات كيزيدوا، حيت هذا كيتخدم بالغرزه التونسيه. باقي ما كملت السطر الثاني وبغيت نشرح لكم. هنا كان هذا التونسي صراحه كيريح في الخدمه. ثاني السطر الاول هكا، السطر الثاني عفوا، وكنجي هنا كنسد بمنزلقه، كنرتفع سلسله واحده، وكنخدم هذا السطر هذا ثابت، كنخدم فيه 16 غرزه ثابت. الا نتوما بغيتو ديروا هاد الزواقه هادي تجي صغيره شويه، ما حتاش تزيدوا هاد السطر، ولكن انا بغيتو هاد تجي كبيره شويه زيدوا هاد السطر، ومن الاحسن تزيدوا هاد السطر كتجي فيه زوينه. ملي كان غير جوج ديال السطوره كتجي شويه ما كتبانش في الوسط. كنمشي السطر كله عاود كنخدمه بتزايد، عفوا ثابت بدون تزايد. كنمشي
كيف ما كتشوفوا انا دابا سريت السطر وسديت بونزاليقه بونزاليقه السطر الثالث. دابا غنبدا هذا التدرج، هذا غنبدا نخدم دابا الغرزه التونسيه. كنرتفع بسلسله واحده، سلسله واحده وردو البال. راه دابا هذه هي الخطوه اللي غتبقى تكرر عندي حتى نسالي العمل ديالي. وكان انا دابا نقول لكم واحد الحاجه، عندي هذا حرف في، هذا كنخدم في اللون في هذا حرف في من هنا، وفي الثاني كنخدم هنا. الغرزه اللونيه كنخرجها من هنا والثانيه كنخرجها من هنا. بحال هنا غنخدم الغرزه عاديه، كنجي هنا هذه الغرزه هذه كما كتشوفوا هذه تنخدم فيها هكا، وكنجي من هذه الدخلاليه هذه هنا عاود كندخل من هنا وكنخرج. كيكونوا عندي هنايا ثلاثه ديال هادو، هاد الخيوطه ثلاثه فوق الكروشي، ثلاثه ديال الغرزات. كنخرج جوج وعاد كندير عاود كنخرج جوج وكندير سلسله واحده بهذه الطريقه هذه، وكنجي هنا من هذه. عقلوا مزيان على هذه الطريقه هذه، وعقلوا مزيان على هذه الغرزه هذه، ها هي هذه. كنجي ليها بعد ما درت سلسله تنجي ندير فيها. هذه هي الطريقه اللي غنبدا نخدم بها، وكون السطر كيتزادوا عندي الغرز هنا فوق الكروشي. كنجي عاود لهاد حرف في هذه كنخدم الغرزه الخلفيه هكا، وكنجي مباشره الغرزه الاماميه كنخرج بهذه الطريقه هذه. هنايا في السطر في هذا كان هاد الغرزه هذه كانوا عندي ثلاثة فوق الكروشي، هذه عندي فيها أربعة فوق الكروشي، أربعة الخيوطه فوق الكروشي. تنخرج جوج جوج جوج، كندير سلسله وكنرجع نفس اللي درت في السطر الاول. كانت عندي غرزه واحده، هذا غيكونوا عندي جوج. السطر الغرزه الثانيه غيكونوا عندي ثلاثة، وكل سطر كيتزادوا عندي هذا هكا. وتنخرج عاود هادي هكا، تشوفوا. وكنجي هنا تنخرج هادي هكا، وكنجي هادي من هنا تنخرج هكا، وكندير هادي هكا بالطريقه هادي هادي هكا هكا. خرج جوج جوج، هذه هي خدمة تونسي، هذه الطريقة ديال تونسي. كندير سلسلة واحدة وكنجي عاود هنا كندير خرج وحدة جوج ثلاثة، كيكونو عندي ربعة هنايا فوق الكروشي، عفوا مكنديرش الخيط. وكنجي هادي حرف في هادي تنخرج منها هادي هكا، وكنجي داخل تنخرج هادي هكا. شتو دابا شحال عندي فوق الكروشي د الخيوطه؟ كل سطر كيتزادو عندي هادو الغرز هكا، وتنبدا نخرج جوج بجوج الطريقه ديال التونسي هادي هكا. صافي غنبقى نتمشى هكا، كل سطر كتزاد عندي وحده حتى كنوصل النهايه ديال السطر، حتى كتبقاني هذه وحده. كل سطر كيتزاد عندي وحده، شفت كيف ما شفتوا هذه، وكتجي هذه موراها كبيره عليها، وهذه موراها كبيره عليها، وهذه موراها كبيره عليها، وانتي ماشيه بنفس الطريقه وبنفس الخدمه. نعاود معاكم هذا السطر هذا باش ما نطولش الفيديو. كندير سلسله، ضروري هذه السلسله هذه نديرها، نجي لهادي تنخدم فيها ها واحد. سطر اللي داز كانوا عندي فيه ثلاثة، ها جوج وها ثلاثة، وهذه هي الرابعة. وتجين هاد حرف في هذا في الوسط ديالو يعني، كنخدم هذه هكا وكنخدم الثانية من هنا. هذا هو التزايد اللي كيكون عندي. نخرج جوج الاولانيين،
جوج تانيين، وكنمشي بهكا حتى كنساني عاود الغرز اللي عندي فوق الكروشي. وما كنساوش السلسله هذه، ضروري هاد السلسله هذه، هذا عاود غيكون عندي فيه خمسة. المهم هذه هي الطريقه، وفضلا وليس امرا دخلوا القناه ديالي وديروا جيم وتابوناو وفعلوا الجرس، ونتمنى تشوفوا يعجبوا ان المحتوى ديالي الاعجاب ديالكم، وغنتلاقاو في النهايه ديال العمل ان شاء الله. الطريقه ها هي راه تكونوا فهمتوها. الطريقه هي هذه، هذا هو السطر النهائي والاخير كما كتشوفوا. كنخدم هادو كاملين، خصكم تحضروا من هنا باش ما يخرجوا لكمش هاد الغرز هادو. هادي جات مزيره شويه، صافي ساليتو. كنجي لهادي نخدم من هنا، كمل هادي من هنا. ها هو نخرج عاود جوج جوج، هاد الخيط هذا كيزلق. كنحصل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وفضلا وليس امرا دخل القناه ديالي ودير جيم، ونتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.